بهدف دفع التبادلات الثقافية والإنسانية بين الصين والسعودية، وقعت الحكومتان عام 2009 اتفاقية حول إنشاء فرع لمكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودية في جامعة بكين التي تعتبر من أعرق الجامعات الصينية. ويعلق الأساتذة والطلاب في الجامعة أمالهم على إكمال المشروع الذي ما زال حيز التنفيذ، على الاستفادة منه في أسرع وقت ممكن. التفاصيل في التقرير التالي. أنا أقف الآن أمام مشروع فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين، وبعد إكمال إنشائها سيصبح ثاني فرع للمكتبة في أنحاء العالم والأول خارج الدول العربية. فيعتبر هذا المشروع رمزا هاما للعلاقات الأودية بين البلدين. بذل الجانبان الصيني والسعودي جهودا كبيرة لدفع تنفيذ مشروع إنشاء فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة داخل حرم جامعة بكين. هذا وأقيم حفل وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر العام الماضي. يجرى إنشاء فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودية في منطقة حماية الآثار التاريخية في جامعة بكين. ونظرا إلى الصداقة العميقة بين البلدين، صادقت الحكومة الصينية على المشروع في هذه المنطقة، وتبلغ مساحة المكتبة أكثر من 12,000 متر مربع، وتتألف من 3 طوابق فوق الأرض و3 طوابق تحت الأرض. من المقرر أن يتم انتهاء من إنشاء فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في شهر سبتمبر العام الجاري، حيث ستضم المكتبة العديد من الكتب حول الدراسات العربية والإسلامية التي سيقدمها الجانب السعودي، والمخطوطات الصينية القديمة النفيسة التي تحتفظ بها جامعة بكين. سمعت أن المكتبة ستضم عدد ضخم من الكتب، كما سيقوم الجانبان بتنظيم مختلف الأنشطة المتنوعة. آمل في إكمال إنشائها في أسرع وقت ممكن، لأنها ستساعدني في دراسة ثقافتين الإسلامية والعربية. هذه المكتبة لا تكون للقراءة فقط والمطالعة فقط، بل ستكون جسرا التبادل الصداقة بين الصين ودول عربية، وخاصة بين الصين والمملكة العربية السعودية. وأيضا ما زال هذه المكتبة يعني غرسا صغيرا جدا، ولكن مع مرور الأيام سيترعرع، سيصبح شجرة كبيرة جدا، وأيضا هذه الشجرة ستثمر ثمارا وافرة جدا بين حضرتين الصينية والعربية.